ماني عرفان شو معي، كلي حاسس حالي متوك وخربان. شي بتصير معي نغزة من هون، بقول الكلاوي الحمد لله الله فضل علي، تنتقل النغزة والوجع لهون، بتور علي ظهري، بقول للديسك قول انا لله وانا اليه راجع، مباشرة مثل الشنك بنتقل الوجع لهون، بقول الزايدة، بقول يا رب دخيل اسمك انا دخيل كرمك، مباشرة بدي نفسي وبيطلع الوجع لهون، وبتخونا خونا، بقول الشقيقة احترت احترت مالي عرفان شو طول معي، بالك اخي طول بس بالك. خايف تعرف شو، خايف انه يكون المرض معدي. لا تخاف اخي، لا تخاف لا تخاف، ما في علمي وما انا دواء. انا اللي خايف منه مو العلة، اللي خايف منه الدواء. الصيدليات مليانة. ايه بس جيبتنا فض يعني، الله بيدبر. ونعم بالله، بس النوبة هلا وهلا ما معنا، ولبينا ما نتدبر الامر خايف انه الكلوة تصير كلوتين، والدسك دسكين، والشقيقة شقيقتين، كأنه اسم مسلسلات ما، والزايدة زايدتين، وقس على ذلك مقاسين.